أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة أنا مبسوطة جدا جدا إن إحنا رجعنا لكم تاني، ومبسوطة إن بعد رمضان شفت ردود أفعال حلوة قوي منكم. بعد رمضان أولاد كتير قوي، ولادكم، إخواتنا وحبايبنا بعتولي الأطفال بيقولوا قصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعوها مننا. وفي الحقيقة النهاردة أنا كنت هقول لكم موضوع تاني خالص، بس الفيديوهات خلتني هكمل معاكم أيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما أكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أقول لكم كده قصة بسيطة عن الرحمة بالمرأة، وكل ولادنا هستنى يبعتولي فيديوهات عن القصة دي. كان في طفل عنده 10 سنين، الطفل ده كان مسافر مع أبوه وأمه في القطر، ربنا رزقه اللي هو يقعد جنب واحد عنده تقريبا 30 سنة. القصة دي هتبين لكم الإرث الطيب للأطفال. فالطفل ده فضل باصص للراجل وهو بيتكلم في التليفون، وإيه اللي حصل؟ الراجل ده كان طول الوقت عمال يتكلم في التليفون ويزعق، يتكلم في التليفون ويزعق. كان بيقول إيه؟ كان بيشتكي من مراته لحد في التليفون. فلغاية لما خلص المكالمة ابنه، أنا أسفة، الولد اللي قاعد جنبه قال له هو أنت بتتكلم على مراتك؟ قال له آه، وضحك ابتسم. قال له على فكرة مراتك دي رحمة ربنا ليك. فالراجل وشه كله اتغير وقال له أنت عندك كام سنة؟ قال له عندي 10 سنين. قال له أنت عرفت الكلام ده منين؟ الإرث الطيب. كان أبوه بيقول له أمك دي رحمة ربنا لينا. غير كده كان بيقول لأم أمه وجدته وقدام الناس كلها أنا بنتكو دي رزق ليا، بنتكو دي رحمة ربنا ليا. فخد الإرث الطيب ده. فالراجل قعد يفكر شوية، راح باصص للطفل وقايل له تسلم الإيد اللي ربتك. فراح قال له أنا هقول لك على حاجة تانية كمان. قال له إيه؟ قال له أنا دايما أبويا بيقول لي اللي دي اللي هتاخد بإيدينا للجنة. متخيلين طفل اللي يبقى عارف قيمة الست اللي في حياته، قيمة أمه وأخته والست المرأة قيمتها قد إيه، عارف اللي هي ممكن تكون سبب اللي هو يخش الجنة. وقال له برضو اللي هي كانت وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنت عارف وصية سيدنا النبي كمان؟ قال له آه، أبويا دايما بيقول لي سيدنا النبي كان قال خطبة قبل ما يموت وصانا فيها بالنساء. قال له قال إيه؟ قال الله الله في النساء، الله الله في النساء، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء صلى الله عليه وسلم. الراجل بكى، حس ان هو غلط غلط شديد، وقال له يا ابني انا هقول لك تاني يسلم اللي رباك، الارث الطيب. طيب هنكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه. أنا ليه قلت القصة دي قبل ما أتكلم على السيدة خديجة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة أساس للبيوت الناجحة، أساس للحب والمودة والرحمة، أساس للست إزاي تسند الراجل والراجل إزاي يقدر الست، أساس. يعني إحنا بنتفرج على قصص كتيرة زي روميو وجولييت ومش عارفة كوس وليلى، كل القصص دي مش حكايات حب احنا نحكي عليها، لان هي في الاخر ما اتكلتش بالزواج. لكن قصه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه تكللت بالزواج، وكان جواز ناجح لمده 25 سنه. النبي اتجوز السيده خديجه 25 سنه، عمره ما زعلها وعمرها ما زعلته. طيب السيده خديجه كان اسمها ايه؟ نتعرف عليها اكتر. السيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. قصي مش بيفكركم بحاجة؟ ما هو السيدة خديجة الأقرب نسبا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته كلهم. إزاي؟ السيدة خديجة كانت بتشترك وبترتبط مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس من الأب، من عيلة الأب. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، نفس الجد ما بينه وما بين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها.
طيب هو مش طايق معايا بس في عيلة الأب، لا كمان ده عيلة الأم من الجهتين. ما هي كانت رحمة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما ماتت. طيب عيلة الأم ازاي؟ كان اسم أم السيدة خديجة فاطمة، بتفكرنا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهقول لكم فيها جبر خاطر ازاي، بس هقول لكم النسب الأول. كان أمها اسمها فاطمة، وكان الجد السابع ليها اسمه لؤي، نفس لؤي الجد السابع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده، معقولة؟ ما هما الاتنين مشتركين أب وأم، فكانت الأقرب لقلبه والأقرب نسبا صلى الله عليه وسلم. عرفنا قد ايه هي كانت قريبة من سيدنا النبي نسبا وقلبا. طيب أمال ايه فاطمة، اسم فاطمة اللي قلت لنا عليه؟ وأنا بقرأ في كتب السيرة لقيت اسم السيدة فاطمة بيتكرر معايا في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس سيدنا النبي عمل عبادة بيوصينا بيها كلنا، وهي عبادة جبر الخاطر. طب ايه جبر الخاطر في اللي هو يسمي اسم بنته فاطمة؟ احنا عارفين اللي هو كان بيحبها قوي والأقرب إلى قلبه. طيب فاطمة كانت مين؟ هما ثلاثة فاطمة في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اسم فاطمة. اتنين جبروا بخاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتيم، وواحدة منها كان بيكرم بيها السيدة خديجة مراته زوجته رضي الله عنها وأرضاها. أول فاطمة في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة جدته، أم عبد الله أبو النبي كان اسمها فاطمة، وكان أخوه من نفس الأم زي ما قلنا قبل كده أبو طالب، فكان سماها فاطمة يعني بيجبر خاطر عيلته. دايما بنشوف الأب والأم بيقولوا لا احنا هنسمي اسم جدتها أو اسم جدتها من الأم أو الأب، بيتخانقوا. فهو اختار اللي هو يجبر بخاطر العيلتين. طب ده انت قلت لنا يا أميرة من عيلة الأب، لا وكمان من عيلة الأم. ما هو السيدة فاطمة اللي هي فاطمة جدة أو جدة أولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم السيدة خديجة كان اسمها فاطمة، فكان بيجبر خاطر مراته مع إن أمها كانت ماتت، بس جبر الخاطر حتى في الموت، جبر الخاطر للست اللي ربنا رزقه بيها. هي أمك ماتت بس أنا سند وظهر ليكي، فسماها فاطمة عشان يفرح قلبها. إذا كانت أمك ماتت أنا عملت حاجة يمكن تبسطك في الدنيا، سماها فاطمة. ده تاني جبر خاطر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومين تاني جبر بخاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت زوجة عمه أبو طالب، كان اسمها ايه؟ كانت اسمها فاطمة. عملت ايه؟ ربت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من سن 8 سنين في بيت أبو طالب. معقولة؟ ما هي اللي ربته عن 8 سنين وربنا جبر بخاطرها وجبر بخاطره بيها، فسمها فاطمة علشان تفرح بالاسم، انت تعتبري جدتهم وانا عايزه اجبر خاطرك. فده ثالث جبر خاطر لاسم السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها. طيب يا ترى مين عارف فينا ايه الصفات المشتركه ما بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه؟ اكتر حاجه لفتت انتباهي في كتب السيره هي اسم خديجه كانت متسميه ايه قبل البعثه؟ كانت متسميه، الناس مسميينها اسم حلو قوي، اسم شريف قوي، الطاهرة. الطاهرة الطاهرة سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الطاهرة في اللغة هي الأكثر أدبا والأكثر شرفا والأكثر عفة رضي الله عنها وأرضاها. فالطاهرة تزوجت من الصادق الأمين. تخيلوا البيت ده عامل إزاي، تخيلوا قد إيه استقرار البيت اللي يبقى فيه الطاهرة والصادق الأمين. وعلى فكرة هم خلفوا 7 أولاد وهنقول أساميهم في خلال الحلقة. طيب وكان معروف عنها صفات إيه كمان؟ نفس صفات سيدنا النبي، الشرف والأمانة والمكانة والنسب والرفعة. وكان عندها حاجة، حاجتين في الحقيقة، حاجتين من أكتر الحاجات اللي ميزتها. كانت عندها فطرة إيمانية. إزاي هو مش كان فيه في الأيام دي أصنام حوالين الكعبة والناس كانت بتعبدها؟ لا والله، السيدة خديجة
اشتركت في الصفة دي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عمرها ما سجدت لصنم. سيدة خديجة عمرها ما سجدت لصنم زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما سجد لصنم. فكان عندها فطرة إيمانية، وكانت على ملة أبينا إبراهيم، الملة الحنيفية. طيب يعني هما الاثنين ما سجدوش لصنم أبدا، عشان كده كانت فطرتها إيمانية، وكان عندها معلومات خدتها من حد من قرايبها عن الديانات الأخرى، وده هنقوله وإحنا بنتكلم عن سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السيدة خديجة كان إيه الصفة التانية فيها من أشد الصفات ميزة في أي ست؟ اللي هي الذكاء والفطنة. كان عندها ذكاء شديد. لما تزوجت من عتيق ومات، عتيق زوجها الأول، السيدة خديجة تزوجت من اتنين، عتيق وهند أبو هالة، أبو هالة هند. طب لما تزوجت منهم إيه اللي حصل؟ عتيق كان عنده ثروة كبيرة قوي، فهي ورثتها وكبرت الثروة دي وخلتها تجارة. أما بقى أبو هالة هند برضه مات وساب لها بنت وابن، وعتيق برضه ساب لها بنت وابن. طيب كان عندها كام سنة لما زوجها التاني توفى؟ كان عندها 37 سنة. بس هي تزوجت سيدنا النبي وعندها 40 سنة، دي حقيقة. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه بعد 3 سنين من موت جوزها اشتغل مع السيدة خديجة في تجارتها. طيب في ال3 سنين ما تقدمش للسيدة خديجة حد؟ تقدم لها كتير قوي. تقريبا كل سادة قريش كان نفسهم يتشرفوا بالزواج منها. طيب هناخد اتصال ونكمل مع بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. أم نادر. عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. معلش انا اسف، يقعد علينا بخير يا رب. يا رب، اللهم امين يا حبيبتي، اتفضلي يا حبيبتي. ويحافظ على بلدنا يا رب. يا رب يا رب. حضرتك ليكي سؤال؟ بقول لحضرتك، اتفضلي. اسمعيني من التليفون يا حبيبتي. يعني ما تكوني زعلانه من حد. معاكي، اتفضلي. ومش راضي يردك، ده يبقى ايه؟ مش راضي يردك؟ يعني انت متزوجه وهو حصل انفصال؟ لا حضرتك، ده جرين جيرانك، وبعدين مش عايزين يكلموك. يعني طيب اسمعيني يا حبيبتي، شكرا جزيلا. من احلى الصفات دي في الدنيا وأحلى الصفات في الإسلام هي العفو. أنا بحاول مع اللي قدامي مرة واتنين وتلاتة، لأن العفو صفة من صفات الصبر، لما أصبر على اللي قدامي لغاية لما يعفو، والصبر جزاؤه الجنة. فأنا اللي قدامي حاولت معاه مرة واتنين وتلاتة ومنفعش، أنا قدام ربنا حاولت، ان شاء الله يعني يعفو عنك لو كان في زعل كبير، ولو ما كانش وهم مش قادرين يسامحوا، اعرفي اللي اجرك عند ربنا عز وجل. بس دايما دايما بيبقى في خيط ما بين البني ادمين، في خط رفيع كده، ده بيبقى الصله بينهم، بلاش تقطعيه. ولو هم سامعيني بلاش يقطعوا. العفو وكظم الغيظ ده من اكتر الصفات اللي كان بيعملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعفو ويسامح، ولما حد يكلمه كلمة ممكن تضايقه قوي يقزم غيظه، وقال لنا اللي قزم الغيظ ده جزاؤه الجنة ومن صفات الصالحين. ربنا يعفو عنا جميعا، وإن شاء الله ربنا يصلح بينكم. طيب نرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة. هي كان عندها 37 سنة وما كانتش عايزة تتجوز من بعد زوجها الثاني أبو هالة هند، وكأنها على موعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل كان بيمهد الطريق بينها وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتزوجوا، عشان يديله الطاهرة ويديها الصادق الأمين. ما هو اللي بيعف نفسه ويمشي على الطريق ربنا بيديله أكتر من أمنياته وفوق اللي بيتمنيها كمان. يعني لو أنت نفسك في حاجة ونفسك في حاجة، اتمنيها من ربنا بعفة وصبر، واعرفي إن أجرك عند ربنا عز وجل دنيا وآخرة، لأن ربنا عز وجل اسمه الفتاح والديان، هيفتحها عليكي. ومش بس كده،
اللي انت عملتيه هيودهولك دنيا واخره، سواء عفه سواء شرف، سواء من ان انت تمشي على الطريق نور. والله احنا بنهتدي بيه على سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عادل اتفضل. أيوة، كنت عايز أتصل لو سمحتي، كان في كده مشكلة وكنت عايز أشوف حلها يعني. طيب ممكن حضرتك تعلي صوتك بس تقول لي إيه المشكلة؟ كنت عايز مشكلة وكنت عايز حلها يعني. مشكلة وعايز تعرف حلها؟ طب اتفضل. بالنسبة أنا كان حصل معايا مشوار جواز وحصل طلاق، وبعد كده جواز وحصل طلاق تاني. حضرتك اتجوزت مرتين وطلقت؟ مرتين. تمام. بعد كده يعني كانت مشاكل كتيرة حاصلة، وبعد كده مشاكل بالنسبة لل يعني ما حصلش حمل تاني وفات بالوقت والكلام ده، وقعدنا سنة واتنين، وبعد كده ما حصلش حمل تاني. وسعينا للطبيبة وحصل مشوار الطلاق، وبعد كده هي اتجوزت وطلعت كلام كتير يعني إن فلان بخيل. هي اللي طلعت كلام عليك؟ هي اللي طلعت؟ بخش في مشوار خطوبة وجواز برضه. يا أستاذ عادل، هي اللي طلعت كلام عليك؟ أنا بس بتسأل مشاوير كتيرة وبتبعت وسامعني؟ ناس توقف المشوار وطلع كلام كتير، فأنا مش عارف إيه السبب الحاجات اللي بتعملها. طيب هو انا يعني مش ما فهمتش الموضوع قوي، بس انا فهمت اللي حضرتك بتتكلم على اللي بعد الطلاق حصل كلام من الطرف الاخر يعني، والناس اتكلمت، لو انا فهمت صح يعني. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، بعد الانفصال في ايه في القران كده فيما معناها ان ربنا بيغني كل واحد من ساعته. يعني ايه؟ يعني انت ما اتكلمتش عليها وهي ما اتكلمتش عليك، ربنا هيغنيكوا انتوا الاثنين، يا ربنا يوفقكوا تاني مع بعض، يا اما هيغنيكوا بزوج وزوجه صالحه. فالناس تتكلم، هي تتكلم، انت اتكلمت، الطرفين لازم يستغفروا ربنا عز وجل وتحافظوا على بعض حتى بعد الانفصال، لان هي كانت شرفك وانت كنت المسؤول عنها، فلازم ان احنا نحافظ على بعض حتى بعد الانفصال. فرجاء لو في حاجه زي دي حافظ عليها واحميها من كلام الناس، لان هي كانت عارضك في يوم من الايام. طيب ايه اللي حصل عشان السيده خديجه رضي الله عنها تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب احنا قلنا ان السيده خديجه سمعت عن سيدنا النبي في مكه اللي هو الصادق الامين العفيف. طيب ابو طالب بعدها راح قال لها يا خديجه انا عايز محمد يشتغل معاكي في التجاره بتاعتك. فقالت له كلام من احلى الكلام، قالت له لو طلب هذا بعيد بغيض لفعلنا، يعني لو حد بعيد كنا فعلنا عشان خاطرك يا ابو طالب، فما بالك وهو الشريف القريب، ما بالك ما هو الشريف القريب، والله احنا نتشرف بيه، ازاي نرفضه؟ كيف نرفضه؟ فشوف حسن الادب في الكلام من السيده خديجه، يبقى كانت طاهره وعفيفه وكمان كان عندها حسن ادب في الكلام. فابو طالب شكرها وراح بشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي البشره هنلاقيها في السيره رايحه جايه ما بين سيدنا النبي والسيده خديجه. بقول لكم كانهم على موعد مع بعض، سبحان الله، هو تدبير ربنا عز وجل. طيب عشان يخرج في تجاره السيده خديجه كانت دايما بتخرج مع اي قافله الغلام بتاعها ميسرة. ليه ميسرة؟ لأن ميسرة كان بيجي من الرحلة يحكي لها إيه اللي حصل بالظبط، وتعرف هل الراجل ده أمين اللي طلع بتجارتها ولا عمل إيه في الرحلة. فكان في يوم من الأيام راحوا الرحلة لبصرة في الشام. وخلينا افتكر معاكم بصرة في الشام لما السيدة أمينة أم النبي صلى الله عليه وسلم لما جت تولد سيدنا النبي شافت نور أضاءت له قصور بصرة في الشام. والبشارة التانية كانت في بصرة في الشام برضو لما طلع بتجارة السيدة خديجة. فلما حطوا رحلهم قعد تحت الشجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وميسرة معاه، فشاف حاجة عجيبة قوي. ميسرة لقى ان الشجرة أغصانها بتميل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فهو شاف أمر عجيب، فقال لا أكيد دي مثلا رياح أو حاجة، فأكيد أنا شفت غلط. فلقى راهب بينادي عليه،
الراهب ده كان اسمه نسطور. طب الراهب ده كان يعرف ميسرة منين؟ ما هو ميسرة كان رايح جاي في القوافل بتاعت السيدة خديجة، فكان معروف لكل الناس هناك. فقال له يا ميسرة تعالى. فقال له نعم. قال له من هذا الرجل؟ مين الرجل اللي قاعد تحت الشجرة ده؟ قال له هذا من أهل مكة، من أهل الحرم. قال له والله ما جلس تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، ده نبي. فميسرة ربط ما بين اللي بيقوله الراهب نسطور واللي هو شاف أغصان الشجرة. قال له الراهب، قال الراهب نسطور، قال لميسرة هو في عينيه حمرة؟ قال له دايما ما بتفرقوش. قال له والله إن هذا نبي آخر الزمان. فميسرة بص وتعجب، الأول الشجرة وبعد كده الراهب نسطور، فسكت. وبعدين شاف حاجة أعجب وأعجب، إيه هي؟ شاف في غيمة دايما حتى في عز الحر وفي عز الشمس، والناس حاسة بحر الشمس، النبي مش حاسس بده. فيبص فوق ميسرة يلاقي في غيمة، في غيمة بسيطة كده على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحميه من الشمس. فقال لا أكيد أنا برضو يعني الموضوع ده أكيد لا في حاجة. فقال لي سيدنا النبي عشان يتأكد ميسرة، قال له أنا عايز أسابقك يا سيدنا النبي يا محمد. فراح قال له ماشي فسابقه، فلقى الغيمة بتجري مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأيقن اللي كلام الناس ده صح. وفعلا حققوا أرباح كبيرة جدا جدا في التجارة بتاعتهم، ورجعوا تاني إلى مكة. لما كان سيدنا النبي بيرجع من مكة كان لازم يروح الأول البيت يطوف، يطوف مش يتعبد، لأن هو لو تفتكروا معايا كان عارف من حكايات أمه آمنة ومن أهله قبل ما يتوفاهم الله اللي البيت لرب يحميه، فهو كان بيطوف لرب البيت. فكان بيطوف وبعدين يروح للسيدة خديجة يقول لها عملوا ايه في السفر. فمين اللي سبقه؟ ميسرة. طيب ميسرة راح قال ايه للسيدة خديجة؟ راح قال لها كل اللي حصل والحاجات اللي حصلت من الراهب نسطور والشجرة اللي مالت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خليني اقول لكم حاجة قبل ما اقول لكم بقية الحاجات، ده حتى الشجرة حنت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جذع الشجر في يوم من الايام عيط على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب بقى حكى لها على الشجره، وحكى لها على اغصان الشجره لما مالت على سيدنا النبي، وحكى لها على الراهب نسطور اللي قال لها، اللي قال له ده نبي اخر الزمان، وحكى لها على الغيمه اللي كانت دايما لما يسكن تسكن معاه ولما يتحرك تتحرك معاه. بس في الحقيقه السيده خديجه ما كانتش حاسه بالموضوع، يعني كانت مبسوطه قوي والبشرى بالنسبه لها، بس هي كان عندها حاجه عارفاها عن ان ده نبي اخر الزمان. طب عرفت منين السيده خديجه اللي هو نبي اخر الزمان؟ مع العلم ان هي اول واحده كانت بتقول اللي هو نبي اخر الزمان. طيب عرفت منين السيده خديجه؟ السيده خديجه كان ليها ابن عم اسمه ورقه بن نوفل. مين هو ورقه بن نوفل؟ هو كهل كبير كان اعمى، بس قبل ما يحصل له ده كان بيكتب التوراة ويكتبها للعبرانية، يعني بيترجمها للعبرانية. طب ماله ده؟ كان لما يقعد مع السيدة خديجة يقول لها ايه اللي حصل، في ايه اللي اتكتب في التوراة، وكان في التوراة علامات نبي آخر الزمان. فالسيدة خديجة لما سمعت اللي بيحصل مع النبي محمد عرفت اللي هو نبي آخر الزمان. طب احنا عرفنا منين اللي هي عرفت؟ لما ميسرة جه قال لها، هي استبشرت قوي وفهمت اللي ده نبي، وقالت نفس الخبر ده للسيدة نفيسة بنت منيا اللي هي صاحبتها. ايه اللي حصل عشان السيدة نفيسة تعرف؟ السيدة نفيسة بنت منيا راحت للسيدة خديجة وقالت لها مالك يا خديجة؟ هي كانت دايما بتقعد معاها وقالت لها مالك، انا شايفاكي اليومين دول بالك مشغول. فقالت لها امر محمد بن عبد الله، يعني ما هي كانتش عايزه تتكلم بس قالت لها امر محمد بن عبد الله. ماله؟ قالت لها لم ارى مثله من الرجال. ووصفت سيدنا النبي حليم كريم شهم حسيب نسيب، وفوق ذلك له شأن، كان اللي يشوفه يهابه واللي يشوفه يحبه. طيب وايه كمان؟ بصوا بقى الكلمه، كلمه خطيره قوي قالتها السيده خديجه.
قالت له وقالت لها واني لاحس بفؤادي انه نبي اخر الزمان، واني لاحس بفؤادي انه نبي اخر الزمان، يعني انا قلبي حاسس اللي هو نبي اخر الزمان. خليني اخد ام محمد واقول لكم عرفت مين. السلام عليكم. الو ام محمد. السلام عليكم. معاكي. الو اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعينا من التليفون يا حبيبتي. ايه اتفضلي. هو حضرتك عاوزه اسال سؤال. اتفضلي. انت يعني ممكن تصلي ومش مناسبه معاكي، بيجي عليك الظروف كل 15 يوم فما بتلحقيش، لا اما ابطلها خالص. يعني انت بيجي لك عذر شرعي فما بتصليش وبعد كده بتكملي في عدم صلاتك، لو انا فهمت صح؟ لا حضرتك يعني ممكن اصلي وابص الاقيها جات لي 15 يوم واقوم بطلها. طيب وترجع تاني فبطلت خالص، فانا عارفه حرام بس مش عارفه مش مناسبه. طيب اسمعيني يا حبيبتي، شكرا جزيلا. هو طبعا لازم عالم دين من مشايخنا هو اللي يرد عليكي في الموضوع ده، بس انا هرد عليكي في الجزء الثاني لان ده بيبقى ليه بيقول لك الدكتور قال لك كذا او كذا، فلازم ترجعي لحد يفتيكي في ده يعني. لكن الموضوع اللي انت بتصلي لوحدك وعارفه ان ده حرام او ما بتصليش لوحدك وعارفه ان هو ده حرام، الصلاه دي هي صلتك بربنا عز وجل. هو سبحانه وتعالى يعني احن عليك من الدنيا كلها. حد يسيب الحبل اللي بينه وبين ربنا؟ يعني هو اللي بتقولوا له يا رب في عز ازمتك وشدتك ويا رب حافظني على اولادي ويا رب نجيني، وتسيبي كده الحبل اللي ربطك ما بينه ما بينك وما بين ربنا؟ والله يعني اكتر من اللي انت عارفه اللي هو حرام، خافي على المحبه اللي بينك وبين ربنا. يعني انت لو بتحبي حد هتفضلي طول النهار تجيبي في سيرته وطول النهار تتكلمي معاه، ما بالك انت بتحبي الملك سبحانه وتعالى. الملك بيقول لك انا الصله اللي بيني وما بينك وبسمعك وبستجيب لدعائك في الصلاه. انت تيجي تقولي لا انا مش هصلي او انا عارفه اللي هو حرام بس سايباها، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ودايما اتمسكي بحبل ربنا، اركني لربنا، والله ما هينجيكي غيره، وهو احن عليكي من ابوك وامك وعيالك اللي ممكن تتشغلي بيهم. فان شاء الله ربنا يثبتك ويرجعك على الطريق تاني باذن الله. طيب احنا كنا بنتكلم على السيده خديجه، كانت بتقول للسيده نفيسه ايه؟ كانت حاسه ان سيدنا النبي هو نبي اخر الزمان من كلام ورقه بن نوفل ابن عمها، افتكرت الكلام كده بس. لا ده قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف السيده خديجه ويطلع في التجاره بتاعتها، كانت قاعده هي ونساء من قريش، فجي راهب يهودي ودخل على النساء وهم قاعدين، وده كان حاجه عيب قوي في الوقت ده. فقال لهم نبي اخر الزمان العلامات بتاعته ظهرت، فاللي تقدر تتزوج اللي تقدر تتزوج منه يبقى يعني هتبقى ليها شأن ورفعة وكذا يعني. ففعلا الستات كلها بصت له كده وراحت. طبعا ايه اللي انت عملته ده؟ انت بتخش على النساء، كانت حاجه عظيمه جدا لحد يعملها وحاجه غلط جدا. فراحوا جايبين الحصى اللي في الارض وراحوا جاملينه بيه، الا واحده، واحده بس ابتسمت وكانت عندها يقين اللي هي تتجوز نبي اخر الزمان، وهي السيده خديجه. طب ليه هي حاسه بكده؟ ما احنا قلنا هي عندها فطرة إيمانية نادرة، هي عمرها ما عبدت صنم وكانت عفيفة وطهرة، فربنا كان حاطط رزقها يعني رزقها في قلبها كده حاجة إيمانية، نبي آخر الزمان أنا ممكن أنا اللي تزوجه، يقينا أنا اللي هتزوجه، فربنا كان بيمهد لهم الطريق سبحانه وتعالى. طيب سيدة نفيسة لما عرفت كده قالت إيه؟ بصوا بقى الأدب ما بين الأصحاب. مش قالت لها لا انت ممكن تتكلمي معايا، لا لا خالص خالص، قالت لها انا بتمنه لك زوج، وقالت لها بالظبط اني لارجو ان يكون لك زوجا، يعني يا ريت يبقى زوجك يا خديجه. فهي ذهبت عنها بس كانت اعتزمت امر. ايه هو الامر ده؟ اللي هي تروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفه يعني يقبل هذا الامر
ولا لسه، ولا يعني هتشوف صاحبتها وعايزه تعرف ايه عشان تطمئن قلبها. طيب راحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له فيما عزوفك عن الدنيا، يعني انت ليه مش بتتزوج يا محمد؟ قال لها انا ما عنديش فلوس اتزوج بيها لسه. فقالت له يا محمد انت كل نساء قريش تتمنى تتزوجك، ده انت ذو نسب وشرف ومكانه وكمان الصادق الامين. فقال لها لسه يعني ما عنديش فلوس اتزوج بيها. فقالت له طب ما بالك الامراه من قريش ذات نسب وحسب وجمال، قالت لك يا محمد هتزوجك. فقال لها يعني مين اللي هتتزوجني ذو نسب؟ ففهم ان هي خديجه صاحبتها. فقالت لا، فقال لها خديجه، فما ردتش. قالت لا، قال لها اتقبل هي يعني هي كمان هي تقبلني؟ فما ردتش وسابته ومشت. يعني هي الستات ستات من 1400 سنه يعني ما ادتوش جواب يعني. فراحت بشرت السيده خديجه بالموضوع ده، ففرحت جدا السيده خديجه اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طب هي هتقبل بيا. فهي هي كان نفسها تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس هي امراه عفيفه جدا فصعب اللي هي تقول ده، بس ربنا مهد لهم الطريق وجعل السيده نفيسه بنت منيا سبب اللي هي تبقى اللي حلقه الوصل ما بينهم بارقى طرق الحب. يعني انا بس في الموضوع ده عايزه اكلم البنات واخواتنا، يعني انت مش عيب اللي انت تحبي، مش عيب اللي انت قلبك يتعلق بحد، بس طريقه الحب دي عامله ازاي. احنا في زمن لا يخلو من الحب. سيده خديجه لما قلبها اتحرك ناحيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمتش، عشان دي عفه البنت المسلمه وعفه المراه، ما ينفعش هي تتكلم. طيب عملت ايه؟ هي سكتت، بس ربنا دبر لها الامر. وبعدين سيدنا النبي لما جه يتقدم لها اتقدم لها بالطريقه اللي احنا بنقول عليها الشرعيه. طيب انت لو حبيتي حد او حد حبك، ايه هو طريقه الحب اللي ممكن يعني تعبري بيها عن الحب ده؟ زي السيده خديجه بالظبط، زي ما عملت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هي ما اتكلمتش، لكن ربنا دبر الامر. ربنا اداكي حاجه اسمها الدعاء، اداكي حاجه اسمها الصبر، واللي بيتقي ربنا ربنا بيديه اكتر من اللي بيتمناه. فانتي خليكي عفيفه، وخليكي انتي ليكي مكانه زي ما الاسلام خلالك مكانه كبيره قوي. فاصبري وربنا هيديكي اللي انت عاوزاه، وعندك سلاح قوي جدا وهو الدعاء. يا رب انا بحبك وبحب حبك وبحب كل عمل يقربني لحبك، ليه ما تدعيش ربنا اللي ربنا يجعله ليكي زوج صالح يعينك على الطاعة وتعملوا بيت أساسه المحبة. هي دي البنت المسلمة وده ديننا، وعلى الأساس ده بيتحط عواميد البيت. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقدم للسيدة خديجة وجاب عمه، عمامه الاثنين، وراح تقدم للسيدة خديجة وكان عمها عمرو بن أسد موجود، وتم الزواج. ايه اللي ممكن نتعلمه من قصة الحب الراقية جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة؟ بناتنا دلوقتي بتختار ازاي اللي هي تعيش معاه حياة زوجية او اللي هي ترتبط بيه، طبعا خطوبة او زواج. يا اما شكله بيبقى حلو، او بيبقى غني، او بيقول كلام حلو، او بتقول اللي هيتقدم لي هقبل بيه واتجوز. احنا معايير ديننا مش كده، احنا معايير ديننا هو الاخلاق. طب ايه اللي حصل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه نعرف بيه ازاي اختار الزوج الصالح؟ السيده خديجه لما اختارت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلبها اتحرك له، كانت سمعت عنه الاول، فاول حاجه بتعرفيها عن شريك الحياه هو سمعته. في كده مثال عندنا يقول لك ده سمعته سابقاه، يا سمعته سابقاه في الخير او في غير ذلك. فدايما اسمعي شريك الحياة او اللي متقدم لك هو الناس بتقول عليه ايه. طب يا اميرة ما هو ممكن حد يقول عليه كلام وحش، ممكن واحد عشرة لكن مش الدنيا كلها، فلازم تختاري سمعته. ونفس الكلام عند البنت، يعني الراجل دايما بيسأل عن البنت، بس في الحقيقة الاهل دايما او في معظم الوقت
بيهملوا موضوع اللي هو يسألوا على الولد أو الراجل اللي متقدم لبنتهم. وده أنا بوصل أهلي بيها، زي ما أهل الولد أو الولد نفسه أو الراجل نفسه بيروح يتقدم للبنت وبيسأل عنها، لازم أنتوا كمان تسألوا عنه، ما هو ده هيكون زوج بنتكوا. فسمعته لو طيبة يبقى هو فعلا هيعملها بطيب أخلاق، لو سمعته غير كده يبقى الأحسن تصون بنتك في بيتك. فاحنا أول حاجة بنتكلم عليها السمعة، ولازم الأهل يسألوا كويس جدا جدا عن الزوج أو عن اللي هو طالب الزواج، ونفس الكلام للرجل. طيب تاني حاجة مش بس أبص للفلوس أو اللي هو معاه فلوس أو اللي هو ذو شأن، لأ أنا بختار أخلاق. طب وأنا هعرف أخلاقه منين؟ ما هو ممكن يكون حد متقدم في البيت على طول، اللي هو احنا بنقول عليه في الإسلام الرؤية الشرعية. وعلى فكرة الرؤية الشرعية دي من أحسن الحاجات اللي أنا عن نفسي بشوفها، اللي هي حاجة بتعزز البنت جدا، وبتدي كده نوع من اللي الأهل كلهم قاعدين وأهله جم، فأنت بتشوفي أخلاقه عاملة إزاي. طب ما هو ممكن يا أميرة يمثل ويعمل نفسه وحد رحيم بأهله وحد بيتكلم كويس في القعدة. مفيش حد بيفضل للآخر كده، بس على الأقل في الرؤية الشرعية، وده بتعرفي منها هو قد إيه رحيم بأهله، بيتكلم إزاي بأدب أو لأ. لما بيجي في الرؤية الشرعية مع أهله ويبتدوا يتكلموا مع بعض، وأهلك وأهله بيتكلموا، فتعرفي أخلاقه شكلها إيه، أهله شكلهم إيه. ما لما البنت بتتجوز مش بتتجوز واحد لوحده، هي بتتجوز عيلة، بتتجوز عيلة. ومش بتكلم على يعني على نسب أو مال، لأ أنا بتكلم أخلاق. ممكن أخلاقه أو أخلاق عيلته لا تناسب أخلاقك. ما بتكلمش على المستوى الأخلاقي، لكن بتكلم على شكل أخلاقي ممكن تكوني أنت متربية عليه أو هو، وأنتوا ما تناسبوش بعض. فلازم يبقى في حاجة اسمها رؤية شرعية، حتى لو الأهل عارفين بعض لازم يقعدوا يتكلموا كلهم مع بعض، يشوفوا مدى التوافق. فكده قلنا السمعة، توافق الأهل، والرؤية الشرعية. طيب وإيه كمان؟ لازم في خلال فترة الخطوبة، لما يحدث خطوبة لازم التزم بالمعايير الشرعية. يعني ممكن البنت أو الولد يحبوا بعض قوي، بس التزم بشكل الإسلامي، ما قلتش كلمة ممكن تغضب ربنا، ما قلتش ما عدش أتكلم كتير قوي لأن ده حاجة ما يرضاش عليها ربنا عز وجل، لكن ممكن اللي أنا أتكلم كلام طيب، أقول حاجات كويسة، أشوف ممكن اللي أنا إزاي أحط أساس لبيتي، أطلع بيه أطفال وبيت يحبوا ربنا عز وجل. ناس كتير هتقول لي يا أميرة هو في كده دلوقتي؟ أنا معاكم جدا، اللي دلوقتي صعب أو نادرا لما نلاقي بيت محطوط على أسس اللي البيت ده يحبوا ربنا عز وجل، فيه بس يعني إلا من رحم ربي. لكن إحنا بنحط أساس للبيت هو إيه؟ حب ربنا. البيت ده لما نروح لسيدنا النبي يوم القيامة يفتخر بينا، أصل أنا طلعته عالم مسلم، يعني عالم عارف بأمور الدين وأمور الدنيا. يعني إحنا عندنا علماء مسلمين كتير كانوا عارفين الدين كويس قوي وعارفين علوم الدنيا، فبنفتخر بيهم لغاية النهاردة. ليه ما طلعش ابني كده؟ طيب الحاجة التانية كمان، أنا لازم أخلي زوجي يبقى حابب البيت، حابب جو البيت، وده لازم تترسخ في قلب أي واحدة مسلمة. دلوقتي إلا من رحم ربي، يعني طبعا مع احترامي لكل أمهاتنا، بس دايما الأم بتتدخل في الشؤون الزوجية أو الأب يعني، بس الأم بتبقى أكتر لأنها أقرب إلى البنت. دايما دايما وبوصي كل أخواتي اللي البيت ده مقفول عليكي أنت وزوجك، أمك على دماغك وأبوك على دماغك وإخواتك على دماغك من فوق، مع احترامي الشديد لكل عيلتك، بس بيتك محدش يدخل فيه أبدا. ونفس الكلام للرجل، ولا أمك ولا أختك، مع احترامي الشديد ليهم، بس لازم بيتك يبقى اللي بيتقال فيه واللي بيحصل فيه جوه البيت، عشان اللي بيطلع بره البيت، البيت بيبقى مشاعر للناس كلها، أي حد ممكن يتدخل فيه، وفي الآخر العلاقة بتبقى ضعيفة قوي. فربنا يحافظ على بيوتنا جميعا. فقلنا يبقى أسس اختيار شريك الحياة السمعة، الأهل، الأخلاق، الرؤية الشرعية مهمة جدا،
واخر حاجه حابه اكلمكم عليها في اختيار شريك الحياه هي الاستخاره. يعني مين انا بعمل استخاره كتير وده بيجي لي كتير قوي في رسائل على الصفحه، انا بعمل استخاره كتير بس مش حاسه بحاجه. الاستخاره زي ما قال علمائنا يعني انا مش شرط ان انا اشوف رؤيه بس برتاح، بيبقى فيه راحه نفسيه واطمئنان ان الموضوع ده كويس. طب يا اميره انا عملت استخاره وبعد الزواج طلع زوج من صالح، انا بقى عايزه اقول لكم حاجه في الموضوع ده، الزوج زوج صالح بيكي انتي، انا عملت له كل حاجه يا اميره. لا انتي قبل ما تعملي اي حاجه في الدنيا لازم ترجعي ربنا عز وجل، هو انتي مش في الاول استخرتي ربنا وهو يسر لك الموضوع؟ ليه ما تقوليش يا رب اصلحه ليا، يا رب حببه في بيته، يا رب حببه في ولاده، ليه ما يبقاش اساسك في الحياه هو حب ربنا؟ والله هيصلحهولك ويهدهولك، لان ربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي. فتخيل انت عندك حسن ظن في الله وعندك يقين فيه وهيخيبك ولا يغزلك ابدا؟ لا والله ربنا مش هيغزلنا ابدا. فخلي اساس بيتك هو المحبه والاستخاره، ودايما اسجدي للمولى عز وجل لما يبقى في بيتك اي ازمه. وده كان كلامنا عن الاستخاره. طيب بعد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيده خديجه ايه اللي حصل؟ عاش معاها 25 سنه لغايه السيده خديجه ما توفاها الله، كان الرسول عايش حياه هاديه ومستقره قوي. ما هو اصل الاساس اساس فيه اطمئنان وفي محبه وفي اعتزاز بشريك الحياه. يعني السيده خديجه كانت بتفتخر بسيدنا النبي قوي، وسيدنا النبي كان بيعتز بالسيده خديجه جدا، فكان اساس البيت قوي مش ضعيف، فكان في راحه واطمئنان واستقرار. طيب سيدنا النبي خلف من السيده خديجه كم ولد وبنت؟ هم 7، 3 اولاد واربع بنات، كان القاسم وعبد الله والطاهر، ومن البنات زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج السيده خديجه وهو سنه 40 سنه، هو تزوج السيده خديجه وهو عنده 25 وكان عندها 40، لما وصل لسن 40 وهي كان عندها 55 نزل عليه الوحي. طب هو كان في مقدمات للوحي، نزول الوحي؟ طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرف على 40 وابتدت مقدمات نزول الوحي. ايه اللي حصل؟ اول حاجه في مقدمات نزول الوحي هي الرؤيه الصادقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف رؤيه في المنام ويصحى الصبح يلاقيها اتحققت، وده اللي كان بتقوله السيده عائشه رضي الله عنها، كانت بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي لي لما كان قبل ما ينزل عليه الوحي كان بيشوف رؤيه تتحقق مثل فلق الصبح بالنهار. فاول حاجه كانت الرؤيه الصادقه، وتاني حاجه كانت الخلوه، كان ربنا عز وجل حبب اليه الخلوه. الخلوه اللي هي فين؟ في غار حراء. هو كان بيقعد في غار حراء وخصوصا في شهر رمضان، ويقعد يتامل في الكون، كان حاسس بحاجه، فكان بيقعد ربنا حببه في الخلوه. وكانت السيده خديجه السند بقى، كانت تطلع له الاكل بنفسها هناك. طب ليه هي تحملت المشقه دي؟ وليه هي ما كانتش بتشتكي؟ ليه؟ عشان السيده خديجه كان عندها ايمان اللي هو صاحب رساله، كان عندها ايمان اللي هو هيبقى نبي، كان عندها ايمان قوي في جوزها، كانت سند ليه. طيب الستات دلوقتي بتعمل كده؟ الستات دلوقتي لازم تعمل كده، انا جوزي عنده رساله. ايه هي رساله؟ طبعا مش نبوه لان هو نبي اخر الزمان صلى الله عليه وسلم، لكن رسالته اللي هو يعني يخلي بيتنا ده احسن بيت، مش احسن بيت عشان فلوس، لا احسن بيت اساسه قوي في موده ورحمه واحترام واعتزاز بشريك الحياه، في كل حاجه حلوه. الراجل ده بيطلع من الصبح بالليل عشان يوفر لنا كل حاجه حلوه، عنده رساله اللي هو يخلي البيت ده بيت قوي وبيت فيه حب النبي وحب الله عز وجل. طيب كانت بتعمل كده وهي عندها ايمان بيه. طيب وايه اللي كان بيحصل تاني من علامات النبوه؟ كان بيسلم عليه الحجر والشجر، كان لما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع اصوات بتقول السلام عليكم يا نبي الله، السلام عليكم يا رسول الله،
يلتفت يمينا ويسارا ما يلاقيش حاجة. بعد النبوة عرف ان الحجر والشجر كان بيسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين ما قلت لكم على الشجرة لما مالت على سيدنا النبي في بصرة في الشام؟ ما هم كانوا بيسلموا عليه وعارفينه صلى الله عليه وسلم. اخر حاجة كان بيشوفها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي هي سماع اصوات، وكمان كان بيشوف ضوء، كان بيسمع صوت. فاكرين حادثة شق النبي صلى الله عليه وسلم، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي بيسمع أصوات فوق رأسه لما جاله الطائران ولما جاله سيدنا جبريل. فالأصوات دي هو ما كانش عارف لما كبر هي دي إيه، وكان بيجيله ضوء وكان بيشوف حاجات، بس مش عارف هو بيشوف الحاجات دي لسه ما كشفلوش الأمر، لسه ربنا بيدبر له الامر، بس كان بيمهد له الطريق صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل نزل عليه فين؟ في غار حراء. كان قاعد في يوم لقى اللي سيدنا جبريل نزل عليه ملك من السماء بيقول له اقرا. دي حكايه سيدنا جبريل لما نزل الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليه سيدنا جبريل وقال له اقرا. قال ما أنا بقارئ. فضمه سيدنا جبريل ضمة قوية قوي وأرسله وسابه، قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ليه سيدنا جبريل ضم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوي كده؟ ما هو الأصل في الدين هو المحبة، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة مش سهلة يا جماعة، الرسالة حاجة كبيرة قوي، فكان لازم يديله محبة ويديله ثقة لربنا عز وجل معاك. وده اللي بيحصل دلوقتي، أساس أي علاقة قوية في الدنيا هي المحبة، وأساس ديننا هو المحبة. وأنا يعني هنهي الحلقة معاكم عند غار حراء، ولسه مكملين في أيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحابة بس آخر حاجة أقولها لكم، أساس بيوتنا هي المودة والرحمة والحب والاعتزاز بشريك الحياة، وإزاي أقدر أكبر مراتي قدام الناس وأكبر جوزي قدام الناس، إزاي أحافظ على بيتي قوي وفي محبة. ودايما دايما خلي أساس بيتكو هو محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والابتلاء، وأشوفكم دايما على خير ودايما يجمعنا في رحمته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.